تقولي ممكن نعرف اسباب الاحتلال؟ هو الاحتلال سبب الاحتلال. وبعدين على فكره بقى الامريكان دول كدابين، لان دخلوا العراق وقالوا في اسلحه دمار كامل، ودخلوا ما لقوش حاجه. فين بقى الاسلحه؟ جودة. طب انا جودة. ولا امي امي جودة. وهكذا وسط لقاء الاهل والاحباب، جودة في حضن الوطن. الست دي امي والبنت دي اختي، والواد انا ما اعرفوش. انا اسمي سوستة يا جودة. وانا امي يا ام حبيبتي. خليك ليا. صح يا مصر، ما جاتش معاكم ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا أخو جودة. الله يسلمك يا باشا. طب يا جماعة حضراتكم تتفضلوا تتفضلوا على البيت. جودة هيجي معانا يخلص شوية إجراءات وهنوصله لغاية البيت. أنا هستنى معاه يا باشا. ما ينفعش، أنت تاخد الجماعة وتسبقوه، وإحنا بمجرد ما الإجراءات تخلص إحنا هنوصله لغاية البيت. فاهم يا كمال؟ حضرتك تعرفني؟ أه طبعًا أعرفك. وانت مش مواطن من رعاية الدولة؟ يبقى اكيد اعرفك واعرفك كويس قوي. طب يلا يا جماعه عشان كنا معروفين. يلا يا سلام. سلام يا جوده، خلي بالك من نفسك. يا حبيبي يا كمان العرش يا بنت يا جوده، انا بس بتاعت عيلتك يا حبيبي. اسمع يا جودة، أنا عايزك تتعاون معانا عشان تثبت إنك أنت مواطن صالح تستحق شرف إنك تعيش على أرض مصر. أنت تؤمر يا باشا. ممكن أعرف سبب اعتقالك في العراق؟ أقول لسعادتك، أنا كنت شغال في العراق عند تاجر كبير قوي، تاجر أجهزة كهربائية. التاجر ده بقى كان شغال تحت إيده فوق من 30 نفر، ما استأمنش حد على ماله وعلى مفتاح المخزن غير العبد لله. جيف بيتك ايه؟ افتح معقول والله العظيم معقول. ايه يا عبريه؟ جيف بيتك ايه؟ زكي مين يا عم؟ انا اسمي جودة. يا عم بيقول لك زكي زكي يعني المفتاح. وانت بتديله المفتاح؟ والله العظيم معاك، والله العظيم معاك. لا يا مفتاح المخزن لا، ده امانه، ما حدش يدخل المخزن ده الا على جثتي. ايه ده؟ ايه يا ابن المجنونه؟ جيف بيتك ايه؟ بص هتتغبى هضربك بالجزم. بس يا جودة بس يا جودة. بس يا انت يا ابن المجنونه. حتى لو ضربتني بدبابه. والمخزن لحد دلوقتي مقفول؟ لا يا باشا، المخزن من ساعتها دخلوه بالدبابات. يعني هم دخلوا المخزن وانت بتتعذب 6 سنين عشان المفتاح؟ ده أمانة، والأمانة سر النجاح، وده بقى اللي علمته لنا مصر. علمتنا ما نقولش ايه اديتنا مصر، لان لو كانت اديتنا ما كناش اتغربنا واتقتتنا. ايه؟ ادخل. يا هو اخو سعادتك؟ ليه؟ اصل فيكوا شنب من بعض. ده صالح لك بالظبط يا باشا. اتفضل انت. اسمع يا جودة، انا عايزك بقى تركز معايا، وبحس ان البلد الجدع عايزك تفرح قلبي بحكايات اولاد مصر الابطال اللي كانوا بيجاهدوا ضد الاحتلال في العراق. اساميهم ايه؟ لا الحقيقه يا باشا انا ما اعرفش اساميهم. فكر معايا يا جودة، اعصر دماغك يا مش هتطلع من هنا. افتكرت يا باشا، ده في بطل يا باشا مصري، ده من صناع المعجزات، لازم يذكره التاريخ. قول قول يا جودة. البطل ده يا باشا شاف الجنود الاباتشي والعربيات القمر دمه غلي، قال ازرع لغم افرتكهم، وهو بيزرع اللغم ضرب في وشه. ضرب في وشه؟ والبطولة فين؟ ما انا جاي لسعادتك في البطولة. اما اللغم ضرب في وشه، راسه برقبته طرت على الرصيف ده، والجسم طرع على الرصيف التاني، وسبحان الله يا باشا حصلت المعجزة. معجزة ايه؟ الجسم يا باشا عدى من على الرصيف ده للرصيف التاني، ومسك الدماغ وبسها وقال لها يا حبيبتي يا دماغي، وحطها جنب الحيط. منظر الجسم راح للدماغ ومسكها وبسها يا باشا وحطها جنب الحيط. الجسم شاف الدماغ ازاي والعين في الدماغ؟ مش دي المعجزة يا باشا، قول بس الدماغ ازاي والبق برضه في الدماغ. بطل يا اخي اعمل اللي انا بقول لك عليه. الله، هو اني قليل في البلد دي؟ اقفل اقفل عشان انا داخل اسانسير وممكن التليفون يقطع. اقفل يا سيادة النائب، دي مسؤولية كبيرة،
أنا لازم أتأكد إن جودة ملوش أي علاقة بجماعات المقاومة في العراق والجماعات الإرهابية. ده ابن الحزب من 15 سنة. إيه أنا اللي مربيه ومن رجالتي يا باشا. اتفضل. جودة يا فندم. حاج عبد الستار. حاج عبد الستار الحمد لله إن أنت جيت. أنا كنت عارف إن أنت مش هتنساني، كنت متأكد إنك هترد جمايل عليك، بس أنت تأخرت أوي يا حاج. تأخرت على إيه؟ ما الواد كمان أول ما قال لي جيت لك أهو. يا حاج مش بتكلم على كمان، بتكلم على العراق. انا بقالي 6 سنين مرمي في السجن هناك، كنت فاكرك هتهز الدنيا، نسيت جوده بتاع الحشود الشعبيه، نسيت الامانه وطهاره الايد. يا سلام، لو انت كنت عايزني يعني اخطف رجلي لما للعراق اجيبك على طرف وجهي، لا اله الا الله يا غريب يا الله. ما استاهلش يعني يا حاج ولا ايه؟ يا باشا ايام الانتخابات كان يسلمني على الراس 100 جنيه وازاز الزيت وبطانيه، كنت اجيب له بالخمس 6000 راس ساحبهم لي في ايدي كده زي البهايم، وما تنقص ازاز الزيت واحده. حصل ولا لا يا حاج؟ يا اخي مش وقت الكلام ده يا جود. لا ده وقت. وحصل ولا ما حصلش؟ استغفر الله العظيم، حصل يا اخي ولا ما حصلش؟ خلاص انا سيادة النائب لسه كان بيقول انك انت اصيل وامين. الواد ده ابني انا اللي مربيه. حدب الوغز منجت السماء وصلت اللي لسه وصلت يا حاج. الف انا وشف على الف. ربنا يكرمك. جودة كن في علمك انت تحت الميكروسكوب. ليه باشا؟ اي حاجه تفتكرها او تفكرك بالجماعه بتوع العراق انا بابي مفتوح 24 ساعه. ليه يا باشا؟ اقفل الباب عشان التكييف. يا اخي انت جاي تهندس هيهرب الفريون. خد ياد يا جود. ايوه يا عم الحاج. امسك. يا سلام، ربنا يكرمك يا حاج ومحبوجك لحد ابدا. يا سلام. ده الكارت بتاعي في الموبايل، كلمني وقت ما تعوز. ماشي يا حاج. وعامل معاك ايه بقى يا جود؟ لا دي حكايه طويله وعايزه روقان. انا بحترك في الصف. هو الدنيا واقفه كده ليه؟ يا ساتر يا رب. دي حادثه دي ولا ايه؟ لا حادثه ولا حاجه يا سيدي، هي كل الشوارع بقت كده، جالها شلل. والحكومة فين؟ جالها شلل. والناس ساكتة؟ كله جاله شلل. تصدق الناس كلها مش مصدق انك عايش. انتوا فاكرين ان انا ميت ولا ايه؟ اصل الواد عطية اول ما نزل من العراق قال لكل الناس ان القوات الامريكية قتلتك لو ايه، وخدوا الجثة كمان. ده يوم الخبر ما اتذاع في المنطقة كان يوم اسود على الكل. الحشيش شاح والخمرة غليت وجيت البرشامة ب15 جنيه بقينا بنجيبه ب30 ومضروب لما مطحون. وايه علاقة موت انا بالمخدرات؟ حزن عام يا سيدي. ما انت عارف احنا شعب يفرح يديها يحزن يديها، ما بيرحمش. فعلا شعب حساس. شكرا يا سوسو. وبيل على السلامة يا جودة. ياه ودي فيلة مين دي؟ بقى في 10 سنين الحتة تحلو قوي كده. حلوة اه بس مش لينا، احنا اتخلقنا عشان نتفرج بس يا جودة. عدي عدي. وفاء ما جاتش معاكم ليه يا كمال؟ وفاء بعد ما وصل خبر موتك سابت الحته كلها ومحدش عارف لها مكان. من امتى؟ من سنتين كده بعد ما امان ما اتجوزت. هي امان اختي اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ واحد من الحته. ايوه مين يعني؟ ما تنطق يا كمال، انزل قول لي اتجوزت مين؟ جميل خرابه يا جود. جميل؟ اللي كان بيت